الحلقة دي مشوقة وممتعة، يا ريت تكملوها للآخر. وهنشوف أيضا فيها قصة الست اللي قالت لا يمكن أقعد جنب أبونا ولا يمكن يصلي عليا إلا بشرط غريب، وأيضا قصة دكتور الهندسة. ونبتدي بالتحذير الكبير من الكنيسة واللي نشرته المصري اليوم: يتردد على أماكن المسيحيين لجمع الأموال، الكنيسة تحذر من شخص ينتحل صفة كاهن، بتاريخ 25/11/2024. والخبر بيقول: بحسب بيان رسمي للكنيسة قالت أن المذكور يرتدي ملابس كهنوتية منتحلا صفة كاهن ويتردد على أماكن تواجد المسيحيين، منازل شركات، محل تجارية لجمع أموال منهم بهذه الصفة المزعومة. وأوضحت أنه سبق القبض عليه أكثر من مرة بعد الإبلاغ عنه من قبل من تعرضوا للنصب عليهم منه، وفي كل مرة يتم إخلاء سبيله ويخرج مرتديا الزي الكهنوتي ليعود إلى ممارسة نشاطه والاحتيال على أبناء الكنيسة. وناشدت الكنائس تنبيه أبنائهم منه ونشر التنويه على كل الصفحات الرسمية للكنائس والآباء الكهنة والخدام ليصل لأكبر عدد من أبناء الكنيسة. ربنا يحفظ ولاده. نيجي بقى لقصة صغيرة كده عجبتني قلت أشاركها معاكم. الأستاذ اللي مولع سيجارة في الكنبة الأخيرة ممكن تطفيها؟ الجملة دي قالها سواق ميكروباص لشاب كان راكب وساند دماغه على الشباك، فرد عليه الشاب: مش هطفيها، ولو مش عاجبك نزلني. أسلوب الشاب استفز السواق، راح السواق وقف مرة واحدة وركن العربية، يعني معناها اتفضل انزل. جه الشاب نازل، السواق بص فيه لقاه كان بيبكي ولسه مخلص بكى، وما لقاش غير السيجارة عشان يطلع همه فيها، فبسرعة السواق لحق الموقف بشياكة، وعشان ما يزودش خنقة الشاب قال له: أنا مش راكن عشان أنزلك، لأ أنا عشان تخلص السيجارة براحتك، عشان هدخل البنزين أفول ومش هينفع أدخل وأنت معاك السيجارة. فقام الشاب بص للسواق بابتسامة عشان هو جبر بخاطره ورمى السيجارة من غير ما يخلصها وركب تاني. فالسواق طلع بالعربية من غير ما يدخل البنزينة، فالركاب كلهم ضحكوا بما فيهم الشاب، فالسواق قطع ضحكهم وسأل الشاب نازل فين، فرد عليه بابتسامة: مستشفى الأورام. عن جبر الخواطر أتحدث: اعرف ظروف اللي قدامك قبل ما تحكم عليه. نيجي بقى للدكتور خالد منتصر، نشر البوست ده وعلق عليه. البوست كان بيقول: الملك تحالف مع مرشدهم وسمح لهم بمجلتهم، فهتفوا له الله مع الملك، وبقوا خدام للألمان في الحرب العالمية الثانية، وقالوا ان الحاج محمد هتلر دخل الاسلام وقتلوا الخازندار والنقراشي، وفي زمن عبد الناصر حل الاحزاب وابقى عليهم وعين منهم وزيرين في اول وزارة فضربوه بالرصاص في المنشية، اما السادات اللي خرجهم من السجون ودلعهم واطلقهم على اليسار كانت مكافئته اغتياله في ذكرى انتصاره. جه مبارك ليمنحهم الشرعية بأكثر من 80 كرسي في البرلمان، فسجنوه وطالبوا بإعدامه في ميدان عام. الإخوان تديهم صباعك ياكلوا دراعك. وعلق على المنشور بتاعه ده وكتب حاليا: لماذا ندرس التاريخ؟ عرفتوا ليه بندرس التاريخ؟ حد كتب له: عامة صوت الشعب برفض التصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية واضح وواصل، والتاريخ معروف، واللي ما يتعلمش منه ما يلومش غير نفسه. نجلاء كتبت: في حاجة غريبة بتحصل في الكواليس ومش مفهومة ايه هي، ربنا يستر من اللي جاي. حد تاني كتب: ده على كده في الاختيار 4 الإخوان أصدقاء الشعب بقى،
سامية كتبت: للأسف التاريخ بيعيد نفسه وربنا يسترها على البلد. فايزة كتبت: لو حصل الكلام ده يبقى أكيد إيد ربنا اللي بتتحرك في الموضوع، وإحنا عارفين إن مشيئة ربنا صالحة ومرضية، ونصلي قول كلمتك يا رب واحفظ بلدنا مصر. أيضا كتب الدكتور خالد منتصر في بوست آخر: قريبا أبو تريكة ومعه 800. فطارق كتب له: كارثة دكتور خالد، والناس ساكتة على القرار العجيب ده، وهل من حق القيادة السياسية أن تأخذ مثل هذا القرار رغما عن الشعب؟ هشام كتب: يا دكتور من الآخر يعني، إلا أكله مش من فاسه، قراره مش من راسه. وجيجي كتبت: كل شيء انكشف وبان من ريا وسكينة. أيضا نشر الدكتور خالد منتصر صورة شريف جابر وكتب: هذا الشاب اسمه شريف جابر، ما يقدرش يخرج من المخبأ اللي مستخبي فيه للشارع، بيجيب أكله وشربه بخطط زي أفلام هوليود، وبيتعرض للخطر لما ينزل يجيب رغيف عيش. كان الأول على محافظته في ثانوي عام، واترفد من الكلية لأنه بيتفلسف في قسم الفلسفة. لم يقتل، لم يحرض، لم يمارس إرهابا، ولا حتى شال قصافة. كل أحكام السجن اللي عليه بسبب إنه فكر خارج السياق الديني السائد. كل جريمته إنه أعلن عن رأيه ده. لا أجبرك ولا كون عصابة عشان يقنعك، ولا حتى كون حزب أو جماعة تدعو لفكره. كل حلمه إنه يسافر. هل ممكن ينزل عليه العفو والسماح زي اللي حرضوا على قتل جنودنا وحرقوا الكنائس إلى آخره؟ وفي التعليقات نشر البوست ده هوت: دار الإفتاء، الصلاة على النبي أثناء الطهي تزيد الطعام بركة وحلاوة. وحسام كتب: للأسف، والمهم إنه شاب عبقري وكان ممكن يكون له مستقبل كبير. حد تاني كتب: شريف جابر شاب رائع، قمعت حريته مع الأسف، كان رائعا في تقديم محتواه المستنير، طموح واعي، وكنت أتابعه دائما، مؤدب، ليتكم تعملون على إخراجه من مصر الآن ريثما يتحقق الحلم، حلم التغيير وإصلاح منظومة الدين. حد تاني كتب: اللي بيلحدوا من المسيحيين محدش بيتعرض لهم ويسجنهم، شريف جابر ملحد، يعني بيرفض الأديان كلها، وانتقد المسيحية كمان في فيديوهات ليه. محدش مسيحي راح رفع عليه قضايا، ولا حد لحقه في المحاكم، ولا احنا كمسيحيين اهتمنا اصلا بانتقاده للمسيحية، لاننا واثقين من نفسنا ومن ديننا. بدل الرد على انتقاداته للاسلام بشكل منطقي، اتجهتوا للقمع والترهيب والملاحقة، ولو طولتوا تقتلوه هتقتلوه، ما عندكوش كلام مقنع تفندوا بكلامه، فاتجهتوا للترهيب والملاحقة والقضايا. نشأت بقى كتب بسخرية: لا طبعا، لا يمكن، الارهابيين اهل قبلة وتبعنا، انما شريف المسالم ده اللي لا بيكفر حد ولا بيحرض على كراهيته او الاعتداء عليه، وحتى عمره ما فكر يؤذي نملة، مش تبعنا. هو ليه احنا عاملين مش واخدين بالنا ان احنا بنتحول تدريجيا لدولة دينية أفغانية طالبانية، والموضوع مسألة وقت. تم تهيئة العقول وكله تمام، مش باقي بس غير فرصة الحكم والتطبيق العملي بشكل كامل، زي ما حصل في ليبيا كده تحت سمع وبصر الدولة. وعادي، احنا بقينا في الضياع من يوم ما تم تسليم الشعب فريسة للدراويش، وفرمطوا العقول وزرعوها بالأفكار الصحراوية الرجعية المملوءة بالتطرف والقبح، وفقد الغالبية انتمائهم لمصر وأرضها وهويتها وثقافتها وتاريخها وحضارتها وفنونها وجمالها وتحضرها وكل شيء جميل في بلد أعظم حضارة بنجاح. وده كان سبب من ضمن أسباب ظهور حركة الأفرو سنتريك اللي بتحاول سرقة أصلنا وهويتنا وتاريخنا وتنسبهم ليهم. ما هو أصحاب الهوية والحضارة العظيمة دي أغلبهم شيطنوها وكفروا أجدادهم اللي صنعوها ونبذوها وتبروا منها ولبسوا ثوب العروبة، وبقت
بس فلسطين اللي تهمهم. والغريب بقى ان زعيم الحركة يجي مصر ويتم تكريمه على ارضها وفي مهرجان باسمها ومن رموز وقامات مفترض انها مصرية، بين قوسين يعني خيانة عظمى في ظل استسلام تام من الدولة. بس كل ده مش مهم، المهم انهم كانوا حاطين كوفيات فلسطين، ما عندهم اهم من مصر بلدهم. ومش بس هم، لا ده عشرات الملايين واللي شايفين الحركات الارهابية اللي قتلت ابنائنا في سيناء ابطال وافضل من رجالنا وولادنا اللي زي المنسي وغيره كتير. رانيا كتبت: طالما التسامح بيوزعوه يبقى من حق شريف جابر هو كمان انهم يسامحوه، على الاقل ده لا قتل ولا فجر ولا كفر ولا خون، ده واحد قال رأيه يا مجتمع ظالم. ايضا الدكتور خالد منتصر نشر البوست ده: هو وطن في اعلانات البشعة والحجامة والرقية الشرعية على الحوائط والكباري، وطن عقله الجمعي في خطر، جسد يسكن الكومباوندات بينما العقل لم يغادر كهفه وخيمته بعد. فأماني كتبت له: يعني يا كده يا كده، يعني عشان نمحي الخرافات والدجل نقوم ننشر مكانهم الإلحاد؟ يعني ما فيش وسط يا دكتور؟ فالدكتور خالد رد عليها قال لها: هو لما نسيب الرقية الشرعية ونروح للهندسة الوراثية نبقى ألحدنا يا حاجة؟ إسلام كتب: أنا شفت إعلانات البشعة دي على أسوار شبرا الخيمة وشبرا بتاعة القطر، ما شفتهاش في أي مدينة تانية. واللي ما يعرفش إيه هي البشعة، فهي إحدى الطرق التي استخدمتها القبائل العربية في البادية والحضر للحكم على براءة أو إدانة المتهم بعد استنفاذهم لجميع الأدلة لإظهار المجرم، وذلك بتلحيس النار للسانه، حيث تتم عملية البشعة بأن يجلس المتهم بجانب المبشع وهو الشخص الذي يقوم بالعملية، كذلك يجلس الخصوم والشهود لمشاهدة ما يجري، حيث يقوم المبشع بتسخين الميسم وهو يد محماس القهوة العربية حتى تصبح حمراء من شدة النار، ثم يخرجها ويقلبها ثم يرجعها إلى النار مرة أخرى، وكل هذا يتم أمام ناظري المتهم. وخلال هذه الفترة يقوم المبشع بدور المحقق فيتحدث إلى المتهم طالبا منه إظهار الحقيقة ومظهرا له مدى خطورة حرق النار للسان، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يقوم بمراقبة ملامح وجه المتهم عن قرب والانعكاسات البادية عليه، وعندما تصبح يد المحماس قد جهزت يطلب المبشع من المتهم مد لسانه ليضعها عليه بسرعة ومهارة لا يتقنها إلا قلة من أهل البادية عرفوا هذا الفن وتمرسوا عليه، ثم ينتظر الجميع بضع دقائق، ثم يطلب المبشع من المتهم مد لسانه مرة أخرى أمام الحاضرين، إذا ظهرت البثور على لسانه فإن ذلك يعني تجريمه، أما إذا بقى لسانه سليما فذلك يعني إعلان براءته من التهمة المنسوبة إليه، ليصرخ المتهم قائلا: بيض الله وجه المبشع وبيض الله وجه الكفيل، والكفيل هو العارفة الذي يتحاكم عنده البدو. نرجع بقى للتعليقات على بوست دكتور خالد منتصر. حسام كتب: انا متفق معاك في حوار البشع ده، انا مش متخيل اني اروح لدجال عشان يحرق لي لساني عشان يظهر براءتي. حد تاني كتب: الناس دول كلهم كاتبين تليفوناتهم، لو كان ما يفعلونه شرعيا وجب على جمع الضرائب منهم، ولو لم يكن وجب اغلاق مقراتهم، ووجود التليفون يسهل ذلك. وماريا كتبت: الحل في ايد الدولة لو ليها مزاج. احمد طاهر كتب: في مصيبة محدش داري بيها، مدربين الناشئين في كل الالعاب الرياضية في كل الاندية بيجبروا الكل على قراءة الفاتحة بشكل جماعي قبل وبعد التمرين، وطبعا اقامة الصلاة بشكل جماعي والسجود بعد كل هدف اصبح اساسي، والسجود مع انتهاء المباراة وحتى مع انتهاء الشوط الاول. السؤال هنا: ماذا عن اللاعبين المسيحيين؟ الإجابة إن المدربين أساسا مش بيختاروا أي شبل مسيحي
بالأساس. عبد الله كتب كاسات الهوى والحبة السوداء والبردقوش، حد تاني كتب العقلية دي حتى لو سكنت المريخ مش هتتغير. والدجل كتر جدا جدا في العالم، ناس فاكرة ان اللجوء للطرق دي هتريحهم ولا هتغنيهم ولا هيكونوا احسن من غيرهم. ابدا، الطريق الوحيد هو اللجوء لربنا وبس. اشرف كتب: امال لو شفت اعلانات النصب والشعوذة على القنوات، جلب الرزق والحبيب ورد المطلقة. من ناحية تانية المستشار عبد المجيد جابر كتب: بنود وقف اطلاق النار في لبنان، دي بنود مهينة جدا للبنان وحزب الله. فأي حد هيقولك لبنان انتصر يبقى مش صادق، هي هدنة فقط وليست وقف حرب، حيث تحتفظ إسرائيل بحق عودة الاشتباك إذا لزم الأمر، يعني سماح تخرج بره المعادلة، ويعني انسحاب الحزب لما وراء الليطاني، ويعني انسحاب القوات الإسرائيلية بدون منطقة عزلة. أيضا كتب المستشار عبد المجيد جابر: الصين بتبني مصنع في كل حي ليعمل فيه جميع سكان الحي، ونحن نبني مصنع في كل حي ليتجادل فيه أيهما أفضل، السلفي أم الصوفي، السني أم الشيعي. والمستشار أحمد عبد ماهر كتب: صرنا بذيل الأمم، منذ صار أساطين الجهل من السلف والخلف بصدارة الأمة، بل وجعلناهم قدوتنا ورشقنا فقههم بأدمغتنا، وجعلناه دينا مهما خالف كتاب الله، فاعتبرنا فتوحاتهم بالقتل أنها جهاد في سبيل الله يجب الفخر به، رغم أن في كتاب الله القائل بأن الله لا يحب المعتدين، وفقههم عن عذاب القبر صار عقيدة ننحرف بها عن دلالات كتاب الله، وصرنا نقدس الصحابة ونعتبرهم جميعا أنهم عدول مهما قتل بعضهم بعضا ومهما كان منهم مغضوب عليهم، واقتتلنا وخان بعضنا بعضا وتفرقنا ولم نتحد رغم اتحاد كل الأمم حولنا، رغم اختلاف لغات الكلام والديانات عندهم، ولم نهتم بالعلم رغم كوننا نعيش عصر العلم، ولا يزال بكتبنا المقدسة بابا اسمه التداوي بأبوال الإبل، ويصيح أئمتنا بكل فخر بأنهم لن يجددوه ولن يقوموا بتنقيته، ونفخر بكتابات السلف مهما كانت شائنة، وهي التي اعتبرها فقهاؤنا أنها سنة نبوية، وبأصح كتاب باعتبارنا قمنا بوصف الله رب العالمين، بل وصدقنا بأن رسولنا جادل الله ليخفف عنا ما افترضه من عدد الصلوات، ودمرنا التقويم العربي بكل جهل، بينما نحن نحسب أننا نحسن صنعا، فباتباعنا للسلف يجيء لنا شهر ربيع بالشتاء مرة وبالصيف مرة، بل وبكل فصول السنة، وبذلك اختلت مواعيد الحج والصيام عما أراده الله رب العالمين، كل ذلك لأننا نتقرب إلى الله بفهم السلف وليس بكتابه ولا بالتقدم العلمي، وجعلنا المرأة مخلوقا بالدرجة الثانية بميزان فهم السلف ومن يتبعونهم من جهلاء الأمة وهم الأغلبية، وصار تكفير كل صاحب رأي يخالف رأي القاعدة التي تدين بفهم السلف هو الأساس اليومي عند من يتصورون أنفسهم فقهاء ووعظاء لهذه الأمة المسكينة. فلذا صرنا بذيل الأمم علميا وحضاريا وفكريا. نيجي بقى لأبونا لوقا سيداروس وهو بيحكي حكاية الست اللي قالت: لا يمكن أجلس جنب أبونا ولا يمكن يصلي علي إلا بشرط، والشرط ده كان غريب جدا. وأيضا قصة دكتور الهندسة وليتمجد اسم الرب. بيقول: تعرفت في نهاية الستينات من القرن الماضي وعلى وجه التحديد سنة 1968 على عائلة تسكن في منطقة الإبراهيمية نزحت من المحلة منذ زمن، رجل مسن يعيش هو وزوجته في شقة صغيرة، فقد تزوج أولادهم وتفرقوا كل واحد في بلد بحسب ما قسم الله لهم، والرجل طيب بسيط يحيا في وداعة وشيخوخة صالحة، وهو وزوجته من الذين ينطبق عليهم القول أنهما بارين خائفين الله يسلكان في وصايا الرب وأحكامه بلا لوم،
وكنت إذ أزورهما أرى فيهما أيقونة جميلة للحياة المتقدمة في النعمة وفي الأيام في آن واحد. ضعف الرجل واعتلت صحته، ولكنه كان مواظبا على طقس الصلاة التي عاش بها مدى الحياة، فهو دائم الصلاة والتمتع بشخص المسيح الذي أحبه، محاطا بمعونة القديسين قريبا منهم جدا. يبدأ يومه بالقراءة، يستزيدها من عهد قديم وجديد، ثم يطالع بعض الأخبار في الأهرام، ولا سيما صفحة الوفيات والتي كان يسميها سنكسار اليوم، ثم يتناول طعام الإفطار ويكمل يومه في اهتمامات قليلة. وفي أيام صحته كان يحضر لوازم المنزل ويستريح قليلا، ثم يصلي مزاميره في العصر، ومع الغروب يتناول طعامه ويصلي. وقبل أن تصل الساعة إلى الثامنة مساء يخلد إلى النوم، وكان جيرانه يستأنسون به ويشعرون أنه رجل بركة، فكانوا دائمي السؤال عليه، ولكنهم عرفوا أنه ينام مبكرا فلا يكون في زيارته بعد الساعة الثامنة أو التاسعة على أكثر تقدير. كان الرجل ينام أول الليل ثم يستيقظ في نصف الليل، يغسل وجهه ويديه كعادة الآباء، ثم ينتصب للصلاة مرددا مزامير نصف الليل وبعض المدائح والتماجيد كان قد حفظها عن ظهر قلب منذ أيام شبابه، سمعها من عم له كان مشهودا له بحياة البر والصلاح ومحبة الصلاة، وقد عاش بطولا وكان مقدسا نفسا وجسدا، وقد سلمه عمه خدمة السهر والصلاة، وكانت زوجته الفاضلة تشاركه الصلوات في كثير من الأحيان، ولكن في أحيان أخرى كان يغالبها التعب فتتابع الصلاة وهي على سريرها. فلما تقدم الرجل في الأيام وكان يقوم كعادته في نصف الليل، قالت له زوجته وهي مشفقة عليه: يا أخي أنت غير قادر الآن على هذا الأمر، لماذا لا تصلي وأنت راقد على سريرك؟ ربنا مش هيزعل. وكانت تكرر عليه هذا الأمر كلما وجدته متثاقلا في حركته، ولكنه كان يجيبها دائما بكلمات طيبة مطمئنة أن الصلاة هي التي تشفي الجسد المريض وتعزي القلوب والأرواح، فإن كان جسدي مريضا فالصلاة تعضده وتقويه، ورب يسوع قال: أما الجسد فضعيف وأما الروح فنشيط. وفي مرة وهو نازل في نصف الليل من سريره اختل توازنه فسقط، فنهضت الزوجة منزعجة تقيمه وتبكته قائلة: قلت لك يا أخي إنك غير قادر، أنت منتظر إنك تموت وأنت بتعمل كده؟ رد الرجل وهو يا أختي أنهي حياتي ساجدا لمخلصي، وأنا أعلم أنني لست أهلا لذلك، إن الصلاة أفضل من أن أموت وأنا على سريري. تحامل الرجل وغسل يديه ووجهه ووقف رافعا يديه رغم هزاله الشديد، وصلى ثم سجد إلى الأرض وهو يقول: قدوس الله، وطال سجوده. والزوجة تتابع الصلوات وهي على سريرها، ولكنها راحت في غفوة ربما إلى دقائق معدودات، ثم فتحت عينيها إنه ساجد، ما زال ساجدا، أرادت أن تناديه لتطمئن عليه، ولكنها اختشت أن تقطع عليه الصلاة، فانتظرت قليلا ثم قالت في نفسها: لابد أنه غلبه النعاس. نادته فلم يجبها، نزلت من على السرير واقتربت إليه توقظه. كان جسده في حال السجود ولكن روحه حسبت مع الساجدين الحقيقيين الذين يسجدون لله بالروح والحق، لأن الله طالب مثل هؤلاء الساجدين. ذهلت السيدة الطيبة: لقد سمعت طلبته هكذا سريعا، حقا إن الصلاة أفضل من الحياة. لم يكن هذا الأمر من التمسك بالصلاة والصوم غريبا على هذا الجيل، بل لقد ضربوا أروع الأمثلة التي فاقت التصور،
ففضلوا الموت مثلا على كسر الصوم، فكان إذا فاجأتهم الأمراض في أيام الصوم لا يستطيع أحد أن يقنعهم أن يكسروا صومهم، بل تمسكوا إلى النفس الأخير، وكانوا يفضلون أن يذهبوا إلى المسيح صائمين عن أن يكسروا الصوم حتى بسبب المرض. وحينما تسترجع روحي ذلك وتتوارد على خاطري أمثلة تلك العينات التي شهدت للروح ضد الجسد في التمسك بالصلاة والصوم حتى النفس الأخير، أقول كلما تذكرت ذلك أشعر بمرارة وأسى إلى الأحوال التي صرنا إليها من الاستهتار واللامبالاة وكسر الصوم وإهمال الصلاة، ليس بسبب الأمراض أو الشيخوخة، بل بلا عذر وبلا سبب. لقد صارت قيمة الصلاة والصوم ضعيفة في نظرنا، فنحن نهمل الصلاة ونتمنى أن نفلت من الصوم، لأن مسرات الجسد وأعذار الجسد قد أضعفت من روح التمسك والتدقيق في الحياة الروحية، مع أن الذين سلكوا بالتدقيق صاروا حكماء وافتدوا الوقت وتاجروا في هذا الزمن الميت وحولوه إلى حياة أبدية. ما أجمل قول الرب: كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. نيجي لقصة تانية جميلة، بيقول: في صيف عام 1968 كنت أزور أحد أحبائي يدعى سمير الوزان، وهو من عائلة عريقة من أسوان، وتربطني بهم علاقة محبة في المسيح. كنا في بيتهم في شارع يلبغ بشبرا، نجتمع ونتعزى بكلام الكتب وسير القديسين ونصلي معا. وكان معي الشاب طيب صديق العائلة، وفيما نحن جالسون قال أحدهم: تيتا موجودة بالداخل وتريد أن تكون معنا، فهل يوجد مانع؟ قلت: بكل تأكيد لا، ولماذا تجلس بمفردها بالداخل؟ قال الأخ: هي مكسوفة وبطبعها خجولة جدا. قلت: ما فيش حد غريب، أنا كاهن والأخ هي تعرفه وأنتم، فلماذا الكسوف؟ ذهب الأخ وأحضرها، سيدة متقدمة جدا في أيامها، فوق الثمانين، ملفوفة بملابسها السوداء حسب عادة أهل زمانها، لا يرى منها سوى جزء من وجهها. سلمت علي باستحياء شديد، قلت لها: تفضلي اجلسي معنا. ذهبت إلى ركن الصالة وجلست على الأرض، قلت لها: يا أمي لا يصح أن تجلسي على الأرض، وأفسحت لها مجانا بجواري على الكنبة، وحاول أحفادها أن يقنعوها أن تجلس إلى جواري ولم يمكنهم، وهي تقول: يا واد عيب، كيف أجلس إلى جوار الكاهن؟ ده شرف ما استهلوش. تعجبت جدا لهذا الاتضاع الحقيقي من سيدة في عمر جدتي، فقلت لهم: اتركوها وشأنها. ثم أكملنا ما كنا نتحدث عنه في الكتاب المقدس وهي تنصت بسكون. ثم إذ أردت أن أتباسط معها في الحديث قلت لها: قولي لي يا أمي، أنتوا كنتوا عايشين إزاي في الصعيد بمفردكم؟ أجابت: لأ، إحنا كنا عائلة كبيرة، الكبار والصغار في بيت واحد، بيت العيلة. قلت لها: يعني كنت عايشة مع حماتك؟ قالت لي: أيوة. قلت لها: وسلفتك في نفس البيت؟ قالت لي: نعم. وقلت وأنا أبتسم: يعني لم تتشاجروا أبدا؟ امتعضت السيدة وهي تقول: يا عيب الشوم، نتخانق؟ نتخانق إزاي وإحنا كنا بنرابع التسبيحة مع بعض وإحنا على الراحة؟ سألني بعض الأولاد: يعني إيه الكلام ده؟ قلت لهم عن الراحة وكيف أنهم كانوا يحفظون التسبيحة في البيوت عن ظهر قلب. وكانت السيدة وهن يعملن عمل اليدين دائمات التسبيح والصلاة، كانوا يعيشون مسيحيين بالحقيقة. ثم وقفنا نصلي، فسألت أحد أحفادها قائلة: هل ممكن أبونا يصلي على رأسي؟ قلت وقد سمعتها بكل سرور، قالت: بس تاخد. قلت لها: اخد ايه؟ قالت لي: فلوس. قلت لها: يا امي الصلاة ليست بفلوس، ثم اننا في عصر الكاهن يتقاضى فيه مرتبا. فقالت: ان لو ما خدتش
مش هتصلي عليا. قلت لها صدقيني انا غير محتاج. قالت مين قال انك محتاج؟ خذ وتصرف حسب ما تشاء، مش عندك محتاجين؟ قلت لها لا مانع اخذ على سبيل البركة. مدت يدها في كيس صغير واعطتني. قال صديقي وهو شاب ظريف: انت عاوزة تدي وخلاص؟ انت يا تيتا بتوزعي فلوسك؟ طب هاتي. قالت له قول على اسم يسوع. قال لها وهو يضحك: على اسم يسوع. مدت السيدة يدها في الكيس دون أن تنظر وأعطته في يده. ضحك الحاضرون وصليت لها على رأسها كما أرادت. ثم صلينا جميعا مزامير الغروب وهممنا بالانصراف. وإذا الشاب يقول لها متشكر يا تيتا، وأراد أن يعطيها ما أعطته من نقود، فردت عليه بجدية تقول: إيه يا ابني، أنت طلبت على اسم يسوع وأنا اديتك، ولا يمكن ما أعطيته على اسم يسوع يرجع تاني. وعبثا حاول الأخ أن يرجع إليها النقود. ودخلت السيدة إلى حجرتها. كان درسا لجميع الحاضرين في بساطة الحياة المسيحية والاتضاع وحياة الصلاة والعطاء على اسم يسوع. نيجي لقصة جميلة تانية. بيقول كانت عادة سنوية للطلبة المسيحيين بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية أن يعملوا حفلا سنويا في كنيسة ماري جرجس بسبورتينج، يدعون إليه الأساتذة والمعيدين، ويتخلل الحفل بعض المسابقات والاسكتشات البسيطة، يشترك فيه الأساتذة والطلبة معا ويقضون وقتا طيبا في روح فرح ومرح. ثم يتكلم أبونا بشوي أو أحد الآباء كلمة روحية قوية توثق رباطات المحبة وتدفع إلى حياة أفضل. وفي احتفال سنة 1966 كنا مدعوين عدد كبير من الأساتذة والمعيدين، وكان يجلس إلى جواري أحد الأساتذة يدعى دكتور جورج. كانت معرفتي به قليلة، فهو يعمل في قسم آخر، وكنا إذا تقابلنا نتبادل التحية فقط. فهو رجل هادئ الطبع وليس اجتماعيا، وأصدقاء قليلون جدا. وفي وسط الحفل نادوا اسم دكتور شورش لكي يشترك في المسابقة. قام الرجل وقد علت وجهه حمرة خفيفة، فهو خجول بطبعه، وصعد إلى المسرح وبدأوا يسألون. أحد الطلبة يسأل وهو يجيب سؤال: كم عدد أسفار الكتاب المقدس؟ فأجاب الرجل قائلا: يا ابني أنا لا أعرف إلا الصفر المطلق. وضجت الصالة بالضحك. ثم سأله الطالب سؤالا آخر من العهد القديم، فقال الرجل: يا ابني هو ده سؤال تعجيز؟ ثم سؤال ثالث والرجل لا يعرف. ثم عزف طالب آخر قطعة من لحن كنسي. سئل الدكتور جورج عن اللحن، فبنوع من الفكاهة أخرج الدكتور من جيبه جنيها وأعطاه للذي عزف اللحن وقال له: ربنا يفتح عليك يا ابني. ضحك كل الحاضرين بشدة وصفقوا متندرين بهذا الموقف، وكيف أن الأستاذ لا يعرف هذا ولا ذاك. هنا أخذ الدكتور جورج الميكروفون وقال للحاضرين: صدقوني أنا لا أعرف هذه الأسئلة فعلا، وهذا تقصير مني، ولكني أصارحكم القول أنني لا أعرف سوى الموعظة على الجبل المدونة في إنجيل متى إصحاح 5 و6 و7. هذه أقرأها كل يوم وأحاول أن أعيشها وأنفذها على قدر استطاعتي. هنا عصفت القاعة بالتصفيق، ونزل الدكتور وعاد إلى مكانه بجواري. لقد كبر الرجل في عيني جدا، إنه بقدر طاقته يجاهد ليحفظ وصايا المسيح ويحيا بحسبها. حييت الرجل وقلت له بالحق إن المسيحية حياة وسلوك، ويسعدني أن تتوضد العلاقة بيننا. وبعد سنة تقريبا رسمت كاهنا، فكان لي فرصة أكبر أن أتعرف عليه عن قرب. زرته في منزله، اتضاع ووداعة مذهلة وبساطة في الحياة وحب حقيقي مستقر في هذه العائلة الوديعة. ولما استرجعنا ما قيل في الحفل وجدته بالحقيقة رجلا مسيحيا متسامحا
ففي مواقف ظلم فلم يتذمر، إن اعتدي عليه فهو صاحب الميل الثاني والخد الآخر، يبذله بلا معاناة بل بفرح تابعا وصايا سيده. لقد حفرت كلمات الموعظة على الجبل ونقشت على قلبه وفكره وتصرفاته، سواء في العمل أو في المنزل، بل وفي جميع معاملاته مع الناس. ولقد أدركت في الحقيقة أن المسيحية ليست محفوظات ومعلومات يحشو بها الإنسان عقله ويدرب ملكات الذكاء عليها، ولكن سر الحياة المسيحية يكمن في حب المسيح وحفظ وصاياه، ليس بالكلام واللسان ولكن بالعمل والحق.